مغيرة؟ برشا برشا مغيرة، ما عندكش فكرة قديش مغيرة أنا. معناها كلمة غيرة نحسها شوية على الحاجات اللي أنا نحسها، شخطو كي نبدأ نحب عبد. كيفاش فسر هذاك؟ ياسر ما نحبش في الحاجة متاعي، معناها بسيسي. مش قلة ثقة في نفسي لهو، أما أنا كي نحب حاجة يعني ما يزمكش تقرب لها ولا تمسها ولا تحاول تستفزني عن طريقها، خاطر الغياكسيون بتاعي ما نعرفش شنو تنجم تكون.